أنا هيبة، راهب مصري. بدأت رحلتي من بلادي في الصعيد حتى وصلت إلى الإسكندرية. أنا صوت صرخ، أنا صوت خيال، صوت إنسان شهد عنف في عصر ظالم، صوت إسكندرية والكنايس والنزاع الديني. أنا صوت من خيال كاتب اسمه يوسف زيدان. أنا اسمي، أو اخترت يكون اسمي جزء من اسم هيباتيا. هذا اسمي، أستاذة الفلسفة والرياضيات ما بين القرن الرابع والقرن الخامس. شهدت العنف الديني في مدينة الأسكندرية لأني كنت وثنية، فاتهموني أني بلا دين. عامة المسيحيين لم يتركوني، فأثرت الجدل في هذا القرن، وأنا الآن هيباتيا تشعل جدل المسيحيين في القرن 21 من خلال رواية كتبها يوسف زيدان. رواية أضاءت علمي، أشعلت الجدل حول مقتلي. رواية أحيت صوتي، صوت هيباتيا، رواية عزازيل. هيباتيا ابنة سيون، وهي وأبوها من الرياضيين الكبار، هم آخر الفيثاغوريين العلماء السكندريين الذين طوروا الرياضيات والفلك. وبالتالي كان مقتل هيباتيا اللي قدمته الرواية بشكل يتطابق مع ما حدث بالتاريخ فعلا، الغرض منه تبيان هذا الجرم الفادح في حق الإنسانية وليس في حق الشخص. هذه القتيلة طبعا مأساة، ولكن المأساة الأعمق أثرا هو أن العالم خلى من بعدها لمدة 5 قرون كاملة من أي اسم كبير في سماء العلم الإنساني، خاصة في الرياضيات والفلك. أنا صوت من خيال يوسف زيدان. رواية عزازيل بتاخد قصة هبة من أول نزوله من أخاص الصعيد، مرورا بزياراته بالكنائس والأديرة لغاية ما بيوصل اسكندرية. بيدخل اسكندرية ويلاقي المدارس الهيلينية موجودة وشغالة، وفيها الدكتورة هيباتيا بتدرس طب. هو عاوز يتعلم الطب، فيبتدي يحضر معاها، يبتدي يحصل له حالة اتصال غريب قوي معاها، ويبتدي يتعقبها في كل حتة. وفي نفس الوقت هو رايح عشان يدخل الكنيسة في نفس الوقت، فابتدى يحضر في الكنيسة وابتدى يشوف الأحداث بتاعت، على حسب الرواية، اللي هي الأحداث بتاعت التحريض ومقتل هيباتيا. وبعدين استمرت بقى رحلته مع الرهبنة والخروج منها لغاية ما خرج منها نهائي. الراهب هيبة هو نموذج إنساني بكل ما في الإنسان من سمو، من ضعف، من تردد، من رغبة في الانطلاق وخوف من المجهول. يعني هذا الخليط الكبير من المشاعر المضطربة داخل إنسان حقيقي بيعيش في مرحلة مضطربة، بيكون فيها رجال دين متشددين وفيها علماء متميزين من أمثال هيباتيا. وقعت هيباتيا ومقتلها دي أهم حاجة في الكتاب كله، لأنها يعني ظلمت قوي في التاريخ، وناس كتير قوي نسيوها او ما عرفوهاش من الاصل. احداث اسكندرية داخل فيها كرولوس او الاب كرولوس اللي هو بيقول عليه عمود الكنيسة، وفي الكتاب هو المحرض الاساسي بالنسبة لاعمال العنف اللي نتج عنها قتل هيباتيا بالشكل الجرافيك اللي اتعرض بيه، وكان شكل حاد جدا، وعمل توصيف عام بالنسبة للهجمات الشديدة اللي كانت بتتعمل على الهيلينيين أو الوثنيين بشكل من الأشكال. لم أنافس الأديان ولا رجال الدين، ولكنني كنت أهتم بالعلم حينما كانت الأسكندرية في صراع ديني دائم بين الكنائس وبين المسيحيين واليهود والوثنيين. وهنا تم تعذيبي حتى الموت. وجدت عوامل من المسيحيين يهجمون علي وربطوا يديها بحبل خشن، ثم راحوا يجرونها في شوارع الأسكندرية التي تفترشها بلاطات حجرية أدت إلى تقطيع لحمها. صرخت بأعلى صوتي، ولكن الدافع القوي بداخل هؤلاء العوام كان أقوى من أي شيء، حتى إنهم أمسكوا أصدافا من البحر وبدأوا بتقشير جلدي عن لحمي. فصرخت من الألم وصرخت وظلت تصرخ. ماتت هيباتيا بين أيديهم، وأخذوا جثتها ووضعوها على خشب أضرموا فيها النيران وأحرقوها.
أم كانت هيباتيا تستحق كل هذا العذاب؟ هل كانت تحريض على قتلها من وراء القديس كرولوس بالفعل كما ادعى معظم الناس؟ قصة المقتل بتاع هيباتيا اللي وصف الدكتور زيدان ببشاعة زائدة تثير الاشمئزاز وبدرجة تكفي ان يكره القارئ المسيحيين وبشدة وبالاخص رجال الدين، ودي نقطة مهمة جدا في ان القصة قد تحس على ذلك المقتل. بنلاحظ انه في خطأ تاريخي واكحاب هو اتهام القديس او البابا كيرلس عمود الدين البابا الـ24 اللي كان بين 412 و 444 بيجلس على كرسي مرقس. وهنا يجب ان اشير الى الرد اللي صدر من الكنيسة القبطية الارثوذكسية وكتاب بقلم نيافة الحبر الجلي الانبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة وسكرتير المجمع المقدس منذ زمن الفيلسوف الوثني وحتى يومنا هذا اعتاد اعداء كيرلس ان يحملوه شخصيا مسؤولية هذه الجريمة. ولكن وبكرر كلمة ولكن، يذكر يوحنا النقيوسي في كتابه وده احد المؤرخين المعروف عنه ان هو مؤرخ مهم جدا في تاريخ الكنيسة، بيقول ظهرت في تلك الايام فيلسوفة وثنية اسمها هيباتيا كرست نفسها في كل اوقات للسحر واضلت اناس كثيرين بخدعتها، وكان حاكم المدينة يكرمها الى ابعد حد لانها قد اضلته بسحرها. احداث الكنيسة بتاعت اسكندرية والاحداث بتاعت اشابة كورلوس ان هو محرض على قتل هيبة ما جاش مش اول مرة يجي. حسين فوزي كتب وقال من الارجح ان هو المحرض. الدكتور السيسي في المصري قال، دائرة المعارف البريطانية كتب الكلام ده ومحدش اعترض عليه. فيبدو ان الموضوع جزئيا او كليا او اجزاء منه ليها اصل تاريخي. شكل الاصل التاريخي وعرضه قد يختلف في الناس كأي وثيقة تاريخية. هل هو الخلاف خلاف اصل الواقع؟ اذا كان في اصل الواقع يبقى لازم نرجع لكل الناس اللي كتبت بما فيهم حسين فوزي، بما فيهم اللي كتبوا الدكتور السيسي، بما يعني كل الناس دول، يا اما خلاف على تفسير واقع او طريقه صياغه الواقع. الانبا بشوي كان له راي سلبي في الروايه، وهو عبر عنه في عدد كبير من المقالات وفي كتاب ضخم أصدره. صحيح لم يقدم في هذا الكتاب شيئا يعني مهما، ولكنه عبر عن غضب لم أفهمه ولا زلت إلى الآن لا أفهمه ولا أجد مبررا له، لأن الأمر لا يستحق كل هذا العناء الذي بذله. وكان يمكن ببساطة شديدة لو سألني كنت شرحت له أن هذه رواية ليست مخطوطات حقيقية وجدت. أنا إنسان قبل ما أكون راهب، تأثرت بكل الاختلافات اللي رأيتها في هذا القرن. رأيت هيباتيا، تأثرت بنسطور الذي كان على خلاف مع الكنيسة. هل كان نسطور على حق أم كان نفيه هو الحل؟ نسطور في حواره مع هيبا يقول له في وسط الحوارات الدينية يقول له طب إزاي مريم العذراء وهي إنسانة تلد إله؟ لأن هو الإشكال الطبيعة الإنسانية بتاعت المسيح إن هو إنسان ولد وعاش زي كل الناس اللي عايشين، والطبيعة اللاهوتية إن هو الله تجسد في الكلمة وبقت المسيح. اللي أنا شايفه إنه دكتور يوسف زيدان هو عايز يقول حاجة مهمة، عايز يقول انه نستور اللي هو كان الهرطوقي في ذلك الوقت اللي كمان اخذ هرطقة تانية من اريوس كمان قبلها سنة 325 انه كان على حق عن انسانية يسوع المسيح وألوهية يسوع المسيح، وانه اللي فيما بعد اللي اجى في القرآن هو ده الصح عن عيسى. فحاول انه يقول انه نستور كان عنده حق وانه القرآن هو اللي اكد ما قاله نستور. زيدان كان بيحاول ان هو يبلور فكرته الليبرالية وحرية الفكر وحرية
التعامل مع النص الديني والأفكار الدينية، إن هو جاب شخصيتين متضادتين تماما، واحدة فيلسوفة ملهاش خالص علاقة بالدين، برة الدين خالص، ملحدة، وشخصية نستور هو أستاذ متخصص في الدين كرجل أسيس ووصل في الآخر أنه أصبح بابا الكنيسة الرومانية الشرقية. فعندنا شخصيتين متضادتين تماما، ومع ذلك الاثنين بيوصلوا نفس الكونكلوجن، الاثنين بيوصلوا لأن لازم يكون في فكر، لازم يكون في تخلص من الخزعبلات، ولازم يكون في حرية اختيار الرأي والعقيدة. وده في رأيي ده هدف الكتاب من أوله لآخره، إن هو نوصل لمرحلة إن احنا نسأل نشك ونفكر وما نرفضش رأي الآخرين. بنية العنف الديني واحدة وقابلة للتكرار. كلمة عزيزين معناها الشيطان. فين العلاج بتاع العنف الديني في عزيزين؟ هو في دايما حساسية لأي نوع من أنواع تناول أي دين، فدايما الناس بتبقى حساسة للتناول ده مهما كان التناول ده محايد أو لا، وخصوصا ان الكاتب مسلم، فده كان يعني برضو عامل انه مزود شوية الحساسية. هو عايز يقول انه المسيحيين كان كمان عندهم عنف ديني زي ما المسلمين دلوقتي عندهم عنف ديني. انا ضد الاسلوب ده، ان كان اسلاميين او ان كان مسيحيا، انك واحد يتوست الحقائق عشان يثبت حاجة. هو دكتور يوسف زيدان زعلان ان احنا قلت في احدى محطات ان هي زي دافينشي كود، بس هو نفس الحكايه، دافينشي كود خد تويستد الحقائق المسيحيه عشان يثبت حاجه عايز هو يثبتها. دان براون اللي هو في الاخر طبعا ظهر انه هو بيشجع الصهيونيه العلمانيه والى اخره. فالفكره is not honest، يعني مش امانه تاريخيه ان واحد يستعمل حقائق بالطريقه دي. اولا غير صحيح انه الاقباط اعتبروا ان روايه عزازيل موجهه ضدهم، بالعكس. اول اباء بالمصطلح الكنسي يعني قرأوا الروايه كانوا من أديرة قبطيه وكانوا سعداء جدا بالروايه وتدحوها، وحتى من هاجموا الروايه بعد ذلك يعني كانوا قبل هجومهم ده مباشرة ليهم رأي تاني. ولكن يبدو انه المسألة لها ظلال سياسية وغير صريحة. حدة الحوار من الاثنين هو اختلاف الزمن، انه في 54 ما حصلتش واتكتب اكتر من كده. يعني هنا الكتاب بتاع حسين فوزي عن الكتاب بتاعه سندباد مصري، كتاب خد جايزة الدولة التخديرية، لكن ما اثرش الكتاب الجدل اللي موجود النهاردة على عزيزين. اللي اختلف هو الزمن بتاعه. دفنت صوتي لمدة سنين آملا أن يكون صوتي قوي، صوت يسمعه زمن عايش في خلل، يحتاج صوت من الماضي يغير مساره. فوجدني القرن 21، لماذا سمحت هذه القرون للتعصب الديني أن يسيطر على تفكيرهم؟ لماذا يعيد التاريخ نفسه من جديد ويصبح صوت شيطان العنف الديني صوت عزازيل؟ أنا أعتقد أنه رواية عزازيل دي ما يقصدش بها القرن الرابع، لا يقصد بها القرن 21.